اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جوله في شقه عروسه، الفرش بتاعها هيبهركوا قوي، شيك جدا، الترا مودرن، من شركه العمل الديكورات وفرش، شركه جاردينيا. لو حابين الرقم التليفون والعنوان اكتبوا في الكومنتات وانا هقوله لكم. احنا دلوقتي في الريسبشن بتاع الشقه. الشقه مساحتها 120 متر. المكتبة الجبسن بورد اتعمل فيها شغل CNC، ودي بتدي منظر حلو للجبسن بورد. السفرة مودرن شامبين، والكراسي درجات البترولي. الليفينج رماديات، وطبعا الخداديات بتعمل شكل حلو لما تحط ألوان مختلفة، يعني الخداديتين الأحمر دي عاتشة شكل حلو قوي. ده الفيو بتاع الشقة، تعمل كده كورنر القعدة بالليل حلو قوي، وشيك وهادي وبسيط، حتى الإضاءة بسيطة. والمرجيعة طبعا دلوقتي أكتر العرايس بتحبها في الشقة أو بتجيبها. شوفوا المكتب الجبسن بورد شيك قوي، واتعمل كمان مكتبة خشب تحتها، فالاتنين عاطين منظر حلو قوي. المساحة كانت تاخد المكتبتين. شوفوا ديكورات الحوائط شيك جدا. سفرة مودرن جميلة قوي، بسيطة كمان، مش اخدة مساحة كبيرة. ده الحمام، في كابينة شاور. شوف الاضاءات اللي معمولة في الحوائط شيك قوي. ارض بورسلين اسود، ده ليفينج تاني في الشقة على شكل حرف اليو، لان الغرفة ما شاء الله كبيرة. اللون الاسود في الليفينج عطيله منظر حلو قوي. دي مكتبة ال LCD. المكتبات الخشب اللي تحت دي اكترها موجودة في ايكيا، وبرده شغل الجبسون بورد مدخل فيه ال CNC. هو طالع موضة ال CNC، وبيدي كمان فخامة للديكورات. ده الريسبشن طبعا من المدخل. المطبخ بسم الله ما شاء الله كبير وواسع جدا، تعمل بوليلاك درجة الخشب بيجات، بوليلاك حلو طالع موضة كمان، واللمعة بتاعته جميلة جدا. الرخام اسود جالاكسي، شغل جيبسون بورد في المطبخ المفروض يبقى بسيط عشان خاطر الزيوت وكده. الغرفة بتاعت الأطفال بسم الله ما شاء الله مساحتها حلوة قوي. غرفة النوم اتعملت أوف وايت في كافيه، ودهانات أصلا كافيهات.
وفيها شغل سي ان سي في الحوائط انا بحب اوي فكرة الدولاب اللي في وسط المكتب بتدي منظر حلو، وكمان بتحافظ على مساحة الغرفة. عملت تسريحة برضو صغيرة خلف الباب، الستائر اتعملت مشجرة في سادة، ودي بتبقى شيك قوي برضو. هي عامة هي طالعة موضة في الشقق المودرن. وحلو برضو المكتبة اللي ما بين السريرين دي، الرسم ده بيبقى رسم زيت. الغرفة الكبيرة ده الفيو بتاع الغرفة التانية، حلو قوي. كمان القعدة فيها سيمبل بسيطة، طبعا البلكونة على شكل مثلث، فمش متنفعش تتفرش اكتر من كده. الغرفة بألوان رمادي، برضو شغل الجبسن بورد اتعمل سي ان سي. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس، وقولوا ايه رأيكم في الشقة. شقة مساحتها 120 متر، من شركة جاردينيا للديكور. ده الحمام بتاع الغرفة، غرفة الماستر. ياريت تكتبوا لنا في الكومنتات ايه رأيكم في الشقة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو.